توقعاتك ايه للكلاسيكو النهارده؟ برسا 2-0 ان شاء الله. لا لا ان شاء الله توقعات الريال هيكسب. برشلونه اللي هتكسب ان شاء الله. الريال مدريد هيغلب 2-0 باذن الله تعالى. برشلونه هو الاقرب للفوز. تمنياتي ان برشلونه طبعا يكسب، وعلى ارض الواقع اي ثينك ان برشلونه نفسيا ومعنويا احسن. الريال عنده غيابات كتير جدا. متوقع مين يجيب الاهداف؟ هي ما بتخرجش بعيد عن سواريز وميسي، بس جريزمان في الفتره الاخيره بدات عجله التهديف تدور عنده، فبرضه هتدور في بين ميسي سواريز جريزمان. جريزبيل مش عارف بقى مودريتش هيلعب النهارده ولا لا. ميسي وسواريز. ممكن بنزيما وجريزبيل. البنزو ورودريجو. اتمنى كده ميسي ان شاء الله. سواريز.